حلم فرج توفيق من كاليفورنيا إلى الجلفة صار حقيقة، وأشجار اللوز تبخترت في هضبة السرسوب بعين وسارة، وحبات اللوز الجلفوي وكأنها رمال بحر بمذاق حلو ونكهة لوز جزائري خالص. عندك في الفاز الأولى اللي تغرسوا ينوض الشجرة تاعك فيرتيليزون دواوات على فاز فيها سيموا تاع لا كومبان، ومن بعد تقلعوا كما تشوف خدامين راهم يقلعوا فيه، يدخل لوزين عنده لا بريمير بارتي تاعو يتنحل القشره الفوقانيه، ومن بعد لا دوزيام بارتي تكون كاسه تكسر اللوز، ومن بعد كي يولي عندك برودوي فينا لاموندون تماك عندك دي ترانسفورماسيون، كاين اللي يخرج منه زيت اللوز، كاين اللي يديروا فيتي، كاين اللي يديروا مقشر، وكاين مقلي وكاين كلش. بدينا من الارض هكا نقينا الارض تاعنا مليح وبدينا نغرسوا في الشجره، وهايا درنا لها الايكوتور تاعها، وهاي ربي تسنين هكا بدات تعطينا منتوج الله يبارك، يخدم ناس بزاف. المشروع هذا راه شغل بروبر كونت، شغل مساهمه كامله من عنده، وانما الدوله دخلت بالشغل بالاعانه التقنيه ولا في المرافقه من ناحيه الشغل لي زانترون اغريكول لونغري الدواء والصوالح هذه. هي الارض المعطاء واراده الرجال الصلبه في تجربة عصرية رائدة لمنافسة اللوز المستورد من إيران وتركيا وأمريكا بفضل السواعد الجزائرية.